بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة جديدة السادسة من قناة النادي الأهلي. نذهب إلى العناوين. الأهلي يواجه النجم الساحلي في نصف نهائي إفريقيا الأحد المقبل بإذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ، مواجهة النجم تختلف عن مباراة الترجي. والأهلي يطعن على قرار اللجنة الأولمبية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي. تقدم النادي الأهلي بطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار النظام الأساسي الاسترشادي هو النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. وتسلم مركز التسوية والتحكيم صباح اليوم رسميا طلب الأهلي الذي تعهد بسداد جميع الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل تنفيذ للقرار رقم 88 لسنة 2017 الخاص بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. استنكر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي بشدة المغالطات التي تم نشرها في الساعات الماضية حول وجود شبهة رشوة في بعض التعيينات الخاصة بأفراد أمن النادي، مؤكد أن النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل تلك الأمور. وأكد المدير التنفيذي للأخبار للنادي الأهلي أن الأخبار الكاذبة وغير الحقيقية والمفبركة التي تم الزج فيها باسم السيد اللواء عبد الرؤوف مدير أمن النادي الأهلي ما هي إلا أكاذيب وخيالات من وحي كاتبها، مشددا على أن النادي لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل سيتخذ كافة الخطوات القضائية التي تحفظ حقه الأدبي والمعنوي وحقوق العاملين به. وقال شمس أن مدير أمن النادي الأهلي يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات محترمة مع كافة أعضاء النادي والعاملين بمختلف الإدارات، مثله مثل كافة العاملين بكل الإدارات، وهو مصدر ثقة كبيرة كونه أحد أفراد الإدارة التنفيذية وأحد قيادات مؤسسة الشرطة المشهود له بالكفاءة وطهارة اليد والالتزام. ومن ثم فإن الأهلي لن يتنازل عن حقه في هذه الاتهامات الباطلة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع النجم الساحلي والأهلي واتحاد العاصمة الجزائري أمام الوداد المغربي، ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في تمام 7:30 لتوقيت القاهرة 6:30 لتوقيت تونس يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر على ملعب سوسة، فيما يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري أمام الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة العودة بين الأهلي والنجم الساحلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية 21 أكتوبر المقبل. قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري مغادرة العاصمة التونسية والسفر إلى مدينة سوسة يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي ضمن ذهاب الدور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني قرر السفر إلى سوسة يوم الخميس بعد تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
كاف بإقامة المباراة أمام فريق النجم في 7:30 يوم الأحد المقبل. أدى الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي مران صباح اليوم الاثنين بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بتونس استعدادا لمباراة النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن حسام البدري بتقسيم المران إلى مجموعتين، حيث تكونت الأولى من اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الترجي التونسي تحت قيادة الكابتن أحمد أيوب ومحمد أبو العيلة، وأدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الترجي بالإضافة لجونيور أجاي مرانا قويا تحت قيادة الكابتن حسام البدري. وقام البدري خلال المران بتدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية والفنية وشرح بعض الأمور الخاصة بمباراة النجم الساحلي المقبلة. عاد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والكابتن أحمد أيوب المدرب العام والكابتن سيد معوض المدرب المساعد إلى العاصمة تونس بعد السفر الثلاثي لمشاهدة مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس في مدينة سوسة التونسية. وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه انتهز فرصة سفره إلى سوسة وقام بترتيب إجراءات إقامة البعثة في سوسة، المقرر السفر لها أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين وفقا لموعد مباراة الأهلي والنجم الذي يحدده الاتحاد الإفريقي اليوم. وأضاف الكابتن عبد الحفيظ أن المسافة من تونس العاصفة إلى سوسة تصل إلى 180 كيلومتر وتقطعها السيارة في ساعتين تقريبا. قدم الكابتن أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي للكابتن حسام البدري المدير الفني تقريرا مفصلا عن مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن إياب دور الثمانية بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقام الكابتن أيوب بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وأبرز اللاعبين في النجم الساحلي ونقاط القوة ونقاط الضعف بصفوفه قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الأجواء ملعب سوسة تختلف عن ملعب رادس، ففريق النجم فريق قوي وجيد ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومدرجات ملعب النجم قريبة للغاية. وأشار أن جمهور النجم الساحلي دائما ما يساند فريقهم وأرضية الملعب معقولة إلى حد كبير، وتمنى أن يكون التوفيق حليفهم في هذه المباراة. قام كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الاثنين بمعاينة الملعب الفرعي لاستاد المنزل بالعاصمة التونسية
تمهيدا لاداء الفريق مرانه عليه غدا الثلاثاء. ولم يحضر عبد الحفيظ مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين الذي اقيم على ملعب قريب من فندق الاقامه نظرا لقيامه بمعاينه الملعب الفرعي، حيث من المندى المقرر ان يؤدي الفريق تدريباته عليه قبل السفر الى مدينه سوسه والتي ستستضيف مباراه النجم الساحلي. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي ان وليد سليمان لاعب الفريق تمثل للشفاء بعد تعرضه لقدمه قويه في الحوض اثناء مباراه الترجي التونسي باياب دور الثمانيه بطوله دوري ابطال افريقيا. واضاف طبيب الاهلي ان وليد شارك في مران يوم الاثنين بصوره طبيعيه بعد تجاوزه الاصابه وتعافيه منها تماما، موضحا ان اللاعب تلقى علاجا مكثفا اشتمل على بعض الادويه العلاجيه مع الجلسات صباحا ومساء حتى تماثل للشفاء. ويستعد الاهلي لمواجهه النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا الذي يقام بسوسه. خضع المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي لجلسات علاج طبيعي مكثفه وصلت الى 3 جلسات يوميه مع الحصول على بعض الادويه العلاجيه للشفاء من الاصابه التي تعرض لها في نهايه مباراه الترجي باياب دور الثمانيه بطوله دوري ابطال افريقيا. واكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان ازارو يتمثل سريعا للشفاء بعد تعرضه لتقلص عضلي قوي في مباراة الترجي وخضع لفحص طبي اليوم الاثنين ثم شارك في المران البدني لكنه لم يشارك في تقسيمة الكرة بنهاية المران. وكان أزارو قد حصل على راحة سلبية مساء من مران الأمس مع جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الترجي تجنبا للإرهاق. عاد اللاعب التونسي علي معلول لاعب الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي من مدينه صفاقس اليوم الاثنين بعد الاجازه القصيره التي حصل عليها امس الاحد لزياره اسرته والاطمئنان عليها. وشارك معلول في المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين استعدادا لمواجهه النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا الذي يقام في سوسه. شارك سعد الدين سمير مدافع الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي في جزء من مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين باحد الملاعب القريبه من فندق الاقامه بتونس. وشارك سعد في جزء بسيط من المران ثم ادى تدريبات علاجيه مع محمد ابو العلا مدرب الاحمال بالجهاز الفني للتخلص من اثار الاصابه باجهاد في العضله الضامه التي ابعدته عن مباراه الترجي التونسي. وكان اللاعب قد تلقى جلسات علاج طبيعي امس بعدما خاض بعض التدريبات العلاجية على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الترجي الذي أقيم بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة. وأوضح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن سعد يتمثل للشفاء من إصابته وحالته تتحسن بصورة كبيرة.
طلب السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس من جماهير النادي الاهلي ضروره الالتزام بالتعليمات خلال مباراه الاهلي المقبله امام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. وقال السفير انه يامل من الجماهير الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام الشماريخ خلال مباراه النجم لانها ممنوعه في تونس وحتى لا يتسبب هذا الامر في ازمه مع الامن التونسي. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا. المزيد من التفاصيل مع رسالة زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. نذهب ونتابع. صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في تونس في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور نصف النهائي أمام فريق النجم الساحلي. أكيد مباراة مهمة جدا، خطوة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية تكون تدي أريحية للفريق في مباراة العودة في الإسكندرية إن شاء الله. لكن خليني سريعا أطمنكم على الفريق وعلى اليوم النهاردة. النهاردة طبعا هيكون في مران مبكرا شوية الساعة 9:30 صباحا بتوقيت تونس، أكيد هيبقى مران مهم هيشارك فيه إن شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي فيما عدا المصابين او اللي لسه ما تمش تجهيزهم بشكل كبير ان هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه، بتحديد سعد سمير اللي لسه ممكن يكون بيشتكي من اجهاد في العضله الضمه، وليد ازارو ووليد سليمان بنسبه كبيره هيشاركوا في جزء كبير جدا من مران النهارده خصوصا ان حالتهم جيده ما فيش اصابه كبيره او حاجه، لكن سعد هو اللي هيبان حالته ان شاء الله من خلال مران النهارده. بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي عندهم طبعا حافز كبير ان هم يواصلوا هذا المشوار الافريقي المهم خصوصا بعد النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي على فريق الترجي واللي من خلالها قدر انه يصعد للدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا. ايضا خليني اقول لكم النهارده هيكون في جوله حره للفريق بعد وجبه الغداء اللي هتكون الساعه 1 ظهرا بتوقيت تونس، وده اكيد شيء مهم جدا لكسر حاله الملل خصوصا المعسكر يعتبر طويل شويه لسه قدامنا اكثر من يوم طبعا على مباراه النجم الساحلي. لكن بشكل عام ان شاء الله النهارده ايضا هيكون في وجبه العشاء، بعدها هيكون في محاضره اخيرا او محاضره طبعا جديده من كابتن حسام البدري هيتم من خلالها التحضير لمباراه النجم الساحلي وبعض اللقطات لهذا الفريق للوقوف على نقاط القوه والضعف في هذا الفريق. بشكل عام ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذا المشوار الافريقي وان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه بدايه من مباراة النجم الساحلي هنا عشان تكون خطوة مهمة جدا في التأهل للدور النهائي. إلى أخبار المنتخب الوطني، أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين المحليين غدا الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل في الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة في الأول من أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة
على أن يصل اللاعبين المحترفين تباعا على أن تكتمل قائمة اللاعبين في المعسكر قبل يوم 3 أكتوبر المقبل. وكان كوبر قد أعلن عن قائمة المحترفين والتي ضمت 15 لاعبا. أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبا لم يطلب ضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة الكونغو يوم 8 من أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وقال لهيطة أن تألق عمرو جمال في بيتريست الجنوب أفريقي وعمرو مرعي في النجم الساحلي أمر يسعد الجهاز الفني لزيادة مساحة الخيارات، ومرعي كان ضمن الحسابات ولكن كل مباراة ولها ظروفها وحساباتها. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف الأخبار. الألعاب الأخرى تجرى اليوم الاثنين كرة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد رقم 39 المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 30 أكتوبر المقبل بمدينة الحمامات التونسية. وضمت قائمة الأندية المشاركة بالبطولة كل من الأهلي والزمالك من مصر والترجي والحمامات من تونس والأهلي والاتحاد من ليبيا وفاينز وفاب من الكاميرون وكمان الكونغولي والجيش الرواندي وريد ستار الإيفواري وهيرتج الكونغولي وفونكس الجابوني ووداد سمارة المغربي. وتوج الأهلي بلقب البطولة الماضية بعد فوزه على نظير الترجي التونسي في البطولة التي أقيمت بالعاصمة البوركينية وجدوبو. قرر جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي برئاسة ياسر داوود المشاركة في سباق اختراق الضاحية الذي تنظمه محافظة الوادي الجديد في إطار احتفالاتها بعيدها القومي. وكان النادي الأهلي قد تلقى دعوة من محافظ الوادي الجديد للمشاركة في السباق نظرا لمكانة النادي في الأهلي في الرياضة المصرية. وجاء في الدعوة أن المحافظة تتشرف باستضافة فريق ألعاب القوى بالأهلي للاشتراك في السباق، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق المكونة من 30 لاعبا ولاعبة والجهاز الفني والطبي والإداري إلى الوادي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري لخوض السباق يوم الأحد الأول من أكتوبر المقبل والعودة للقاهرة يوم الاثنين الثاني من أكتوبر المقبل. تستعد فرق ناشئين وناشئات ألعاب القوى بالنادي الأهلي للموسم الجديد من أجل تحقيق نتائج جيدة كما حدث في الموسم الماضي. نتابع استعدادات الفريق من خلال التقرير التالي.
بدأنا إن شاء الله بداية من شهرين من أول 15/6 لفترة الإعداد لفريق النادي الأهلي. أنا انتقلت للنادي الأهلي جديد، أنا كنت يعني مهاجر لأمريكا ورجعت اشتغلت في بعض الأندية شوية ورجعت للنادي أو بيتي لسه السنة دي إن شاء الله فبفضل الله يعني، وبدأت بقطاع البنات السبرنتر حواجز بعد الكابتن ياسر داود ما رشحني إن أنا أمسك البنات سبرنتر وحواجز، وده شرف ليا والحمد لله إن شاء الله أكون جدير بالثقة دي. بدأت في إن أنا أجمع الفريق وأشوف إيه اللي ناقصني وأبدأ أبحث عن المواهب في بعض المدارس، وطبعا الفترة اللي فات دي كانت فترة صيف ما فيش، فبندور في أماكن المدارس اللي فيها معسكرات قائمة يعني اللي هو فترة الصيف يعني، وإن شاء الله جبت عدد لا بأس به، وبداية السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله أبدأ أكون الفرقة اللي ناقصني تاني من بنات. الحمد لله أقدر أقول اللي موجود يعني عدد لا بأس به، وإن شاء الله عملت له أبديتس، والبطولة القادمة إن شاء الله في شهر 11 بعد الانتخابات نبدأ إن شاء الله اللي أنا عملته من إنجازاتي بان، وأوعد إن شاء الله يعني النادي الأهلي ومدربيني في رئيس الجهاز والجهاز كاملة إن شاء الله إن السنة القادمة أكون سنة طيبة على النادي الأهلي بالنسبة للمواهب أو الميداليات اللي أنا وعدت بيها إن شاء الله في البطولات القادمة إن شاء الله يعني. البطولات القادمة هتبقى بطولة الجمهورية دي إن شاء الله تبقى في شهر آخر 10 بعد انتخابات الاتحادات، دي تبقى بطولات الجمهورية 16 سنة و18 و20 جميع وبطولات القطاعات، وده بدايتنا. بعد كده يبدأ المنتخب إن شاء الله يختار اللعيبة اللي هم أفضل لعيبة في مصر للبطولات الدولية، وده البرنامج الدولي لسه ما نزلش لينا، ولكن هدفنا دلوقتي هي بطولة الجمهورية إن إحنا إن شاء الله نكسب كأس مصر القادم إن شاء الله، ويعني نكسب الكأس للنادي الأهلي إن شاء الله يعني. بركز في بطولة العالم وعايزة أبقى بطلة العالم في عالم القوة. نادي الأهلي نادي كبير وأنا يعني شرف لي بلعب فيه، وإن شاء الله هرفع اسم النادي ده. إحنا يعني في الأول عملنا إعداد عام كويس جدا مع كابتن متحة تاني، وبعد كده دخلنا الإعداد الخاص كويس جدا، وإن شاء الله دخلنا على البطولة اللي جاية في شهر 11 ان شاء الله. انا ربنا يقدم. تجري مسافات طويله جدا متعبه جدا، ممكن بعد التمرين ترجع على طول غير اي حاجه، ولازم تكمل يعني صعب يعني كتمرين هي صعبه جدا. ان شاء الله الاولمبياد يعني 2020 طوكيو، وان شاء الله نقدم فيها حاجه حلوه يعني ان شاء الله. وإلى متابعة الأخبار العالمية، طلب الأوكراني سيرجاي ريبروف المدير الفني لنادي الأهلي السعودي الإدارة بالاستغناء عن خدمات محمد عبد الشافي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وذكرت صحيفة البلاد السعودية أن المدير الفني للنادي الأهلي يرى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للمنتخب المصري لا يستطيع القيام بالمهام المكلف بها خلال مشاركته في مباريات الفريق في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة والتي تؤثر بالسلب على أدائه داخل أرض الملعب. رفض اللاعب الأورجواياني إديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنهاء أزمته مع زميله المهاجم البرازيلي نيمار دي سيلفا نظير التخلي عن تثبيت ركلات الجزاء في الفريق. وقالت صحيفة البايس الإسبانية إن كافاني رفض عرضا من الإدارة ناديه لإنهاء أزمته مع زميله نيمار والتي يقضي بحصوله على نفس المبلغ حال أن أنهى الموسم في صدارة هدافي الدوري الفرنسي، وذلك من أجل التخلي عن تسديد ركلات الجزاء لنيمار دي سيلفا. وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار علم برفض كافاني هذا العرض، وهو السبب وراء غيابه عن مباراة مونبيليه الأخيرة بالدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث ادعى مهاجم برشلونة السابق أنه يعاني من إصابة في القدم.
يحاول الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعب برشلونة سيرخي روبرتو لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد خلافه الأخير مع النادي الكتالوني. وقالت صحيفة دي سان البريطانية أن سيرخي روبرتو يرغب في تجديد عقده مع النادي الكتالوني والحصول على نفس راتب جيرار بيكيه مدافع الفريق، ولكن المفاوضات متعثرة بين الطرفين مما يعزز من فرص رحيله عن برشلونة الإسباني. وذكرت الصحيفة أن غوارديولا يستغل الوضع ولا يمانع في دفع 40 مليون يورو وفسخ عقد روبرتو مع برشلونة، مستغلا علاقته الجيدة باللاعب الذي صعده للفريق حينما كان مدربا لنادي البلوغرانا. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الاثنين أن نادي مانشستر يونايتد يدرس تمديد عقد حارس مرمى الإسباني ديفيد ديخيا والذي ينتهي في 2019 حتى لا يتمكن نادي ريال مدريد من التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة والتي سيتبقى خلالها في عقده 12 شهرا في فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر يرى أن ديخيا أفضل حارس مرمى في العالم في الوقت الراهن ويرغب في الحفاظ عليه وحرمان مدريد من التعاقد معه، وأين ديخيا هو الآخر يشعر بأنه أكثر ارتياحا في الوقت الحاضر مع اليونايتد عما كان عليه الأمر منذ سنتين، ولذلك سيوافق على التجديد وعلى أن يوقع عقده الجديد قبل نهاية العام الجاري. أكد المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن اللاعب البلجيكي إيدن أزار لاعب الفريق لن يشارك أساسيا إلا حينما يتعافي بصورة نهائية من الإصابة ويصبح جاهزا. وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية أنه يتعامل مع إصابة أزار بمنتهى الحرص، فاللاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق ولا يوجد له بديل. لعب مباراة كاملة 90 دقيقة ويعاني من أي مشاكل بدنية ولو طفيفة، وأضاف أنه من المحتمل أن يشارك أساسيا في مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج أو مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، ولكن الأهم أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة ويستعيد كامل لياقته حتى لا تتفاقم الإصابة. ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن قائمة غيابات لاعبي بايرن ميونخ الألماني مرشحة للزيادة قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، مما يثير قلق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن أرين روبن الجناح الفريق البافاري شهد يرتدي ضمادة على كاحله الأيسر عقب ركلة تعرض لها خلال مواجهة الجمعة الماضية أمام نادي بولسبورغ. وأضافت الصحيفة أن مشاركة تياجو الكانتارا المصاب في منطقة الحوض محل شك، كما أن هناك تردد بشأن الدفع بديفيد ألابا العائد للتو من إصابة في الكاحل، ومن المؤكد غياب الكل من الحارس مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري واللاعب خوان برنارد حيث سيعود الأول في يناير القادم، بينما من المتوقع أن يعود الثاني في الشهر المقبل.
أسفرت النسخة الجديدة لبطولة كأس الخليج خليجي 23 والتي أجريت اليوم الاثنين عن وقوع المنتخب السعودي مع منتخبي عمان والإمارات في المجموعة الثانية بالبطولة، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والبحرين والعراق واليمن. ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 7 من يناير المقبلين في قطر. يشار إن اتحادات اللعبة في السعودية والإمارات والبحرين طالبت بتأجيل النسخة 23 من البطولة ونقلها إلى الكويت بسبب الخلافات الدبلوماسية بين الدول وبين قطر. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، بوابة الأهرام البدري، البقاء في تونس في مصلحة الفريق ومواجهة النجم أصعب من الترجي. الجمهورية، مكاسب الأهلي بلا حدود في رابش. المساء، الأهلي يدرس أسرار النجم الساحلي. الوفد الأحمر عاشق للانتصارات. المصري اليوم طوارئ في الأهلي وحظر إعلامي استعدادا لنصف نهائي إفريقيا. الوطن، الأهلي يحتفل بالنصر. الشروق، المستحيل ليس أهلاوي في رابس. البوابة نيوز، عبد الحفيظ ينهي إجراءات نقل إقامة الأهلي إلى سوسة. فيتو أيوب يقدم تقريرا مفصلا للبدري عن مباراة النجم وأهلي طرابلس. يلا كورة، عبد الله الشامي دفاع الأهلي قاتل أمام الترجي ولم أطلب رقم محارب. في الجول، طبيب الأهلي وليد سليمان يتعافى من إصابته وجلسات علاج طبيعي مكثفة لأزاره. ودوت مصر، سعد سمير يعود للتدريبات الأهلي في تونس. الأهلي دوت كوم، البدري أداره مهاجم مميز وهشام محمد في إطار الأساسيين. يورو سبورت عربية، نصف دستة مكاسب الأهلي بعد عبور الترجي. وقبل ختام نشرتنا، مع فقرة زي النهاردة، 25 سبتمبر عام 1981 الأهلي يفوز على أمبيلا الجابوني بثلاث أهداف مقابل شيء في دوري أبطال إفريقيا. زي النهاردة 25 سبتمبر سنة 1981 يفوز على أمبيلا الجابوني بثلاثة أهداف نظيفة في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا. سجل أهداف الأهلي كابتن محمود الخطيب والكابتن محمد عباس ليصعد الأهلي لنصف البطولة لأول مرة في تاريخه قبل انسحابه بسبب الأحداث السياسية في مصر عقب استشهاد الرئيس أنور السادات. خمسة وعشرين سبتمبر عام 2008 الأهلي يفوز على بتروجيت بأربع أهداف مقابل لا شيء. سجل الأهداف محمد أبو تريكة هدفين في الدقيقة
57 و61 وأضاف هاني العجيز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 85 و87. زي النهارده 25 سبتمبر 2005 الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. أقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية وسجل الأهلي عماد متعب في الدقيقة 37 وأضاف محمد بركات الهدف الثاني في الدقيقة 44 فيما سجل حازم إمام هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 74. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.